يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من سورة لقمان كانت هي أولى وصايا لقمان الحكيم رضي الله عنه لابنه وهو يعظه، قال تعالى: وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يوصي في ابنه، قال له ما تشرك بالله، ونهاه عن الشرك قبل ما يأمر بأي أمر تاني من أمور الدين، حتى لما قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ده بعد ما نهاه عن الشرك. يعني أول حاجة نهاه عن الشرك بالله. ليه؟ لأنه الشرك أكبر ذنب يا جماعة، أكبر جريمة. ما في معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في الأرض هي أكبر من الشرك، لا توجد. لأنه الشرك أكبر معصية وأكبر ذنب وأكبر جريمة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والمشرك الجنة عليه حرام، حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كده يا جماعة للأسباب دي وغيرها، نحن دائما في حلقاتنا وخطبنا ودروسنا، كل الإخوان الدعاة ديل في أي مكان، بنركز أول حاجة على التحذير من الشرك. لأنه لقمان الحكيم أول حاجة حذر ابنه، قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم دعوا إلى مثل هذه الدعوة، النهي عن الشرك والأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة. ربنا قال: فمن يكفر بالطاغوت، هو ده الشرك ذاته، ويؤمن بالله، ده التوحيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ربنا قال عن جميع الرسل كلهم، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا سبحانه وتعالى قال عن جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والشرك يا جماعة هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هل خلقنا منه؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا دار تدعو المفروض تدعوه هو، لأنه هو اللي خلقك، وهو العالم بحالك، وعالم بتقصيرك، وعالم باحتياجاتك وبمصائبك، كلها ربنا عالم بها، ما في أحد عالم بها أبدا أبدا. الصوفية قالوا لا، قالوا نحن بنعلم زي الله واحد، زي ما قالوا في كتاب النور البراق، قال: أنا الجليس على العرش المحيط به. قال هو الجليس على العرش، العرش بتاع الله ده شيخه، قال أنا الجليس على العرش. وكونه نقول ربنا سبحانه وتعالى جليس، دي ما صح فيها أي حديث كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن نقول ربنا على العرش استوى، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما قال تعالى: ثم استوى على العرش، وغيره من الآيات. لكن الجماعة ديل العرش ذاته بتاع الله عز وجل، قالوا ده حقهم، قال أنا الجليس
على العرش، شوف الكفر ده كيف، على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. كل الغيب بيعلم أي حاجة، وده كذب يا أخي. ربنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مش هو أفضل البشر؟ مش هو سيد الرسل؟ مش هو سيد الناس؟ ما عدا كله ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل للناس ذيل إنك أنت ما بتعلم الغيب. الرسول الله قال لك كلم الناس قل لهم أنا ما بعلم الغيب، حنديك الآية، أكلمهم قل له أنا لا بنفع لا بضر نفسي لا بستطيع أنفع ولا ضرها. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، دي في سورة الأعراف. في سورة يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، هنا في الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد مسه السوء ولا ما مسه؟ مسه، كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر، الحديد اللي بيلبسوها في الحرب في الراس دي، عند حلقتين، حلقة من الحلقتين دخلت في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام وجرحته عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال له قل للناس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. شفت الآية دي براها؟ دي بترجع جميع شيوخ الطرق للتوحيد، تخليهم يجدعوا السبح ويجدعوا الحجبات ويدفقوا المحايات، شفت كيف؟ ويجدعوا البخرات ويجدعوا الدلاقين والعواليق، شفت كيف؟ براهم يخلوا القبب ويخلوا الأضرحة ويعبدوا الله تاني من جديد، يعبدوا الله وحده لا شريك له. والله الآية دي براها من سورة الأعراف، لكن لو كان هؤلاء يفهمون ده الرسول، الآية دي بتتكلم عن الرسول يا جماعة صلى الله عليه وسلم، ما بتتكلم عن ولي صالح ولا شيخ طريقة ولا فكي ولا ساحر، الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان ده الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق ما يملك لنفسه لا نفع ولا ضر لنفسه، معناته من باب أولى ما يملك لك أنت. وإذا كان ده الرسول فكيف بشيوخ الطرق الدجالين المحتالين السحرة الليلة؟ كيف بهم؟ تقول ساحر، ساحر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول لبريك تعال جماعة جو ضيوف، لبريك يجي تنقز براه، هو ولي كبير، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده جو الشيطان يا ناس، اللي بتنقز بطق بالبريك ده إبليس، أنت قايله منو؟ الشيخ ده شغال مع إبليس، بس ده الموضوع كله، ده من جنود إبليس، بيقول في المصحف بيشيل كتاب الله يرميه جوا البخانة، عرفت كلامي؟ يزني بأمه، يكتب القرآن بدم الحيط، عشان كده الشيطان استحوذ عليه، فالشيطان عشان ضلّاه، داير يضلل باقي الخلق. يقول أول ما الجماعة الضيوف دي المقرشين يقول لي يعني ثروة هائلة، إذا جو أنت بتقول للإبريق تنقذ أنا بطق البيت طوالي. يجي يطق بالإبريق والجماعة يقول لك ألا إن أولياء الله، هي آية لكن ما في ده، ما في ده، الآية في ده يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، دي الآية فيه، عرفتها؟ لأنه في اثنين أولياء في الواطة دي، في ولي لله وده ما ممكن يكون شيخ طريقة أبدا، ولا ممكن يكون رئيس حزب، ولا ممكن يكون رئيس جماعة ولا جمعية، ولي لله ده كتاب وسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح، ده ولي لله زي ما قال الإمام الشافعي، قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، مش تنقز بالإبريق، يمشي على البحر يقطع المحيط ده كله كالداري، لا مركب لا سفينة لا طيارة، برجلينه ويطير في الهواء، شفتوه بيطير في الهواء عديل ويمشي في الماء عديل، قال فلا تغتروا به
حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. إذا كان ناس مشركين وفوق ده ناس وسخين وسخانين، واحد تلقى شعره مفلفل، ما شفتهم في المولد؟ المولد السبيك شعره مفلفل 6 شهور ما غسل، القمر لما يمكن لو ربنا نطق يقول يا الله مطره، 6 شهور ما غسل راسه. يقول لك ده ألا إن أولياء الله، يقول لك ده لأهل الله. لو قلت له أهلك أنت ما يرضى لأنه عفن، لكن يقول لك ده بتاع ده أهل الله. والله لو قلت له أهلك أنت يقول لك لا لا ده ما أهلي. يقول لك أنا والله ودعمي دكتور ودخالتي مهندس، وطيب العفن ده كيف تقول أهل الله؟ فده ده الحاصل وده الواقع بتاعنا الليلة. الناس اللي نسبوهم لله ناس مشركين وعفنين، وأي جريمة بيسووها ابتداء من الشرك بالله الذي لا يغفره الله، وانت نازل تحت ليه لا اهل الله مولد، واحدين يجي يبيعوا في بنكو ده حق الرسول مولد، واحدين يجوا للبنات وللنساوين يقول لك الليله مولد يا اخي، ويمشي يعملوا حركات مع البنات، ده احتفال بالرسول؟ ده لو احتفال بينا ما برضى. كيف يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقاحه وشرك وكفر واستغاثه بغير الله ودعاء لغير الله وقلة أدب وعفن يقولوا ده احتفال بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن يكون ده بيشبه الإسلام هذا الاحتفال، ولا يمكن يكون بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لكن يا جماعة الشرك الليلة موجود، والشرك ده أول زول أول ناس دخلوا في العصر الحديث، العصر الأول دخل ليه أصلا العصر الحديث ده، هم الدولة اللي بيسموها الفاطمية، وهي الدولة العبيدية نسبة لعبيد الله بن ميمون القداح، شيعي رافضي بيسب الصحابة، كفر السيدة عائشة، بيتهمها بالزنا، بيقولوا القرآن محرف، ناس مجارمة مشوا احتلوا مصر وبعض بلدان المسلمين، الدولة العبيدية اللي بيسموها الفاطمية، وهم أول ناس في العصر الحديث ده البنوا الجبب والأضرحة. من زمانهم دولة ورا لحد الرسول ما كان في لا قبة لا ضريح، لكن قبل الإسلام معلش، لكن من الرسول صلى الله عليه وسلم توفى لحد ما جو ديل قبلهم ما كان في قبة ولا ضريح، ديل عملوا القبب الشيعة. عشان كده الشغل الليلة الجماعة من على الطرق بتاعنا ديل في السودان، الطريقة الفلانية والطريقة العلانية والطريقة الفرتكانية، قبة فلان وقبة الولي فلان والفك فلان والفك فلان، اصلا ده شغل الشيعه الرافضه، ده شغلهم، لابد تعرف المعلومه دي. والنبي عليه الصلاه والسلام حذر من الشغل ده بدري عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره. ليه؟ لانه القبب دي بتجيب الشرك، لانه هي وسيله للشرك اعظم ذنب. رب النبي عليه الصلاه والسلام قال في هذه القباب والاضرحه كما رواه مسلم وابو داود في السنن من روايه جابر، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر. نهى يعني شنو؟ يعني حرم إن زول ما يقعد فوق القبر، حرام واحد. ونهى أن يبنى عليه، برضو زول يبني فوق القبر إن شاء الله نصطوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده حرام. ونهى أن يجصص، يضربوا شنو؟ لون يعني بوهيا ولا جير زي القبب دي الآن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يضربوا لون ببوهيا بجير ببماستك بغيره زي القبب دي الآن، ده حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الحديث الأول. ونهى أن يكتب عليه أيضا في حديث جابر. الحديث الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام، وده كله ليه قاله؟ عشان يقفل الباب بتاع الشرك، لأنه شرك أخطر جريمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، النسوان البكترا من زيارة القبور دي الملعونات، والملعون المطرود من رحمة الله، والإنسان ما بيدخل الجنة إلا بعد رحمة الله، فالملعون يعني ما بيدخل الجنة، ده الصنف الأول في الحديث. الصنف الثاني في نفس الحديث قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، البيبنوا فوق القبور شنو؟ مسجد. حتى لو ما بنوا مسجد، السيدة عائشة قالت
قالت وإن لم يبنى مسجد برضو يسمى مسجد، طالما صرف عند القبر نوع من أنواع العبادة. خلي بالك، حتى لو كانت العبادة لله، كيف يعني؟ لو في ناس قالوا يا أخي قبر الفقيه فلان ده ولي صالح وهو زي ما بيقولوا الناس، لازم إذا دار تدعو الله الله تمشي تدعو جنب القبر ده، لأنه سيد القبر صالح فالله بيستجيب لك الدعاء هناك. وقمت مشيت دعيت الله، ما دعيت الفقيه الميت، دعيت الله، ده كده اتخذت مسجد، ودعاك لي الله هناك حرام، دعاء لي الله حرام لأنك اتخذت مسجد. الدليل شنو؟ إنه أي مكان قصدت فيه العبادة يسمى مسجد، وإن لم يبنى مسجد كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. الدليل صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المكان ده الآن إذا الناس قصدوا فيه الصلاة والعبادة، ده الحتة دي تسمى مسجد. فكذلك القبر حتى إذا ما بنوا فيه جامع وميزن وميكروفونات وغيره محراب وموكيت ومكيفات، قبر ساي بقى يعبدوا الله جنب القبر، اتخذوا مسجد، وده حرام بنص الحديث. فكيف بالناس اللي بيمشوا يدعوا صاحب القبر ويعبدوه ويطبحوا له ويتبركوا بتراب القبر ويخلوا الله؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ديل شرار الخلق عند الله. الليلة دي الأولية، الناس اللي بيتبركوا بالقبور وبيتخذوا عليها مساجد وبيبنوا فيها وبيتوكلوا على الموتى تحت القبور دي ذاتهم ويستغيثوا بهم من دون الله، ديل في نظر الناس عندنا الليلة ديل أولية صالحين. والرسول قال ديل شرار الخلق عند الله، ده واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بالله أنت داير تحريم أكثر من كده شنو؟ قال ألا فلا، لا لا ناهية للتحريم يعني، فلا تتخذوا القبور مساجد. ثاني قال فإني أنهاكم عن ذلك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم شدد في تحريم بناء القباب والأضرحة على القبور واتخاذ القبور مساجد وأماكن للعبادة؟ ليه؟ لأنه ده السبب الأول والرئيس الدخل من أجله الشرك في الكرة في الواطة دي. في زمن نوح كان في خمسة صالحين عديل، لك ما عن قال زي حقنا نديل صالحين، كما قال عبد الله بن عباس، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ده الخمسة صالحين وقوموا محبوهم حب شديد، لكن ربنا ابتلاهم، ماتوا الخمسة في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا. فلما رأى إبليس حزنهم عليهم جل الجماعة تزعلانين، قال لهم شديد على موت الجماعة الصالحين؟ قالوا أي، لأن النفوس بتحب شنو يا جماعة؟ الصالحين. فقال لهم خلاص إذا أردتم أن تنشطوا في العبادة كنشاطهم في العبادة فتعالوا واعبدوا الله وحده لا شريك له، لكن عند قبور هؤلاء لتنشطوا. زول اللي بيفتر يقوم يتذكر ود كان ما شاء الله نشيط يقوم يعبد زيه، زول اللي بيفتر في العبادة يذكر سواع أو يعوق أو نسر ويعبد زيه. قالوا لا جدا، فبقى يعبدوا الله جنب القبور، مش بيعبدوا القبور، الله. بعد شوية جاهم قال لهم إن هذا الأمر لكم متعب، تجي لحد هنا دار تدعو دار تصلي تجي هنا أو دار تصوم، لو رأيتم أن أصنع لكل واحد منكم صورة صنم على شكل ود وسواع ويغوث و وتضعونه في بيوتكم، تأخذته في البيت فتتذكروا بها عبادتهم، يبقى نيتهم كانت صالحة ولا ما صالحة؟ النية صالحة، لكن العمل فاسد، عمل إبليس صنع لهم، لأنه ما كان في جلكسي الوقت ذاك يصور يوزع لهم بالواتساب، لا بس جاب حجر حجار كثيرة من الجبل أو خشب نحت عيون ونخر ويدين على صورة ود وسواع ويغوث ويعوق وإلى آخره، أدى كل واحد واحد مجان، مش أخذته في البيت. قام انتظرهم، شيطان ما مجرم،
زمان مش قال ربنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انتظرهم لما انقرضوا ماتوا كلهم. قام جلي أولادهم أو أولاد أولادهم قال لهم إن أسلافكم الذين مضوا كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين وبهم يسقون المطر. قال العلماء فعبدوهم من دون الله. يبقى الشرك أصلا وقع في الوطن دي أول ما وقع بسبب قبور الصالحين، الغلو في الصالحين وفي قبورهم، وبسبب الغلو في الصالحين والحب الزايد لهم. ودلل الحاصل يا حقنا هذا ما صالحين واحد فيهم صالح ما هسه هنا في مدني تحت كوبري حنتوب ما يشوف تحت كوبري حنتوب في والله ولا تمش ذاته لأنه كله باطل في تحت كوبري حنتوب في مدني واحد كافر شيوعي مهندس ولا طلبة صيني جايبينه من الصين كان شغال في الكوبري ده بيشيل مونة وقع كسر رقبته جاء جماعة مستهبلين من المنطقة دي أو غيرها فقالوا ده ولي كبير اسمه يانغ شينغ شونغ قام بنوا القبة وعبدوا من دون الله عز وجل والليلة سمعت انه قالوا ده تخصص ها بدي الولد تخصص نساء وتوليد المرأة ما بتلدي تمشي هناك ها على الراجل على العقيم امشي هناك دي احنا الليلة في وصلنا مرحلة زي دي يا اخي والفنانة بتغني له تقول شنو المهم شوف حصلنا المرحلة دي والولد والذرية والبيت الذرية عن ربنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء الله البدي لا بتاع الزرقاب ولا العلفون ولا غيره الله البدي دول كلهم كذابين الناس اللي قالوا بدوا الجنة دول كذابين ربنا قال يهب لمن يشاء إناثا ده الله براو والغريبة إن الصوفية اللي بيغلطونا بالكلام ده ومناظرات وضرب وبنج يقول لك أنا شيخ والله بدي المطر وبدي الجنة ويشيل لك الكتب ما شفت الأهبل الكاني ده شال لك 300 كتاب في إنه غير الله بدي الجنة يا أخي الله قال في آية واحدة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما تاني ده دار لا كتب ومشاكل وجوطة انت عارف الليلة لو الكلام ده مشينا مسجد بعض المساجد قلنا الكلام ده بيشاكلونا والله وبعدين يطلعوا لك سكاكين عديد لو قلت لهم يا ناس الله براو بيشاكلوك الله براو بيعلم الغيب والله العكاز يدور الله براو بينزل المطر وحده لا شريك له البنج ولا الشلاليت تدور فكيف يا جماعة العيش يرخص كيف بيعطوا طريقة إذا كان في ناس عندهم عقائد شركية ما كانت حتى عند المشركين الأوائل أمثال بجهل وبلهب ديك ما كانوا بيقولوا غير الله بنزل المطر جيب آية وريني وريني إنه الله يتحدى يزول وريني إنه أبو جهل أو أبو لهب أو عقبة ابن أبي معيط واحد من الكفار الكتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وريني واحد منهم كان عنده شرك في الربوبية بيقول غير الله بنزل المطر ولا غير الله مالك الكون ولا غير الله بيقول لشيء يكون فيكون دي الربوبية واحد فيهم ما كان عنده كلام زي ده حقيننا بتاع الليلة مشركين وكفار حتى في الربوبية يا ناس ديل قالوا نحن الله ذاته ما الله قالوا نحن الله قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي قال وما قلت وأنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا أنا الواحد الأحد أنا الله قال لكن لسه ما افتخرته لسه وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي ده حال البلد دي الليلة ومعظم بلدان المسلمين عبادة للقبب عبادة للشيوخ عبادة للفكيا وديل كلهم سحرة انت لازم تعرف الكلام ده ديل سحرة شغلهم شغل شياطين يا جماعة يعني عادي ممكن تمشي القبة يقوم والشيخ ميت له 300 سنة ممكن من جوا القبر تسمع صوت زي صوت الشيخ
يقول لك شبيك لبيك ابتك بين يديك ماذا تريد؟ عادي عادي جدا. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر الكلام ده، والكلام ده موجود في السيره تحت النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل خالد بن الوليد لهدم صنم العزة، والصنم ده كان تعبده قبيلة ثقيف أو بنو ثقيف في الطائف، الطائف الهسة موجودة دي، كان عندهم صنم اسمه العزة، والعزة ده من أكبر أصنام المشركين زمان، من أضخم الأصنام. عشان كده أبو سفيان قال شنو لما كان مشرك قبل ما يسلم رضي الله عنه؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، بيفتخر لأنه الصنم ده كان من أكبر الأصنام عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة رسل خالد بن الوليد قال لهم اهدموا الصنم ده. فمشى خالد بن الوليد وكانت شجرة وجنبها بنية، والله زي ده جاب السيرة بنية، وده اللي حاصل له ولا ما هو؟ بنية بنية عديل كده في قبة جنب الشجرة دي، وكانت عليها أستار. هسه الآن في القبة مش تلقى أبوك الشيخ مغطيني يا زول بقماش أخضر واحد حرير، وبيجوا الحيران الساعة 2 صباحا بيقوم بيرشوا الريحة، يجوا النساوين المطلوقات الصبح يشموا الريحة، يقول أبونا الشيخ طلع الريحة. ما أبوك الشيخ ده الحيران جابوه من سوق ليبيا، يرشوا القبر، شفت كيف؟ ويجيبوا قلاب التراب بالليل تيت تيت راجع خلف كوب يكب التراب، جماعة يشيلوا التراب يسفوا، يقول لك بركة، ده التراب جابوا القلاب من هنا زيت اس جابوا من الخلا، يا جماعة يتبركوا به ويصفوه ويكفروا بالله بسبب هذا التبرك الشركي الباطل المحرم. المهم خالد بن الوليد مشى رضي الله عنه، وده كما يروى ده سيف الله المسلول ما بلعب، مجى لقى الشجر ده والبنية دي ضرب له كلها قطعها وكسر البنية فوق راسه مجراجع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تهدمها. أنا ده أوريك إنه الشياطين بتشتغل الشغل ده كله، عشان كده جبت لك الكلام ده. ممكن في القبة الشيطان يكورك لهم من جوه، جبت عجلة الدار مش قبل شهور مجاضي زي ده، قال في مشينا سافرنا وين؟ لقينا قبة منو ما عارف، قال صورة الشيخ في الحيطة، قال صورة قال طلعت من القبر ملصقة في الحيطة. وتاني جابوا قصة كذب تاني، قالوا الشيخ طلع بعد ما كان ميت له 135 سنة، 135 سنة، قال طلع ومشى عمل للبيت شنو؟ المكاشفة، عمل للبيت قال عملية جراحية بدون خيط والبيت شفيت ورجع تاني الجلط خشى جوا القبر. هسا في بابو شافع صغير طفل بيصدق الكلام ده؟ كله كلام باطل وكلام فارغ يا اخي. المهم ده كله شغل شياطين، ممكن في قبة الشيخ يطلع مويه، لكن ده ما الشيخ، ده شيطان قاعد، معناته الشيخ ده ذاته شيطان، في شيطان قاعد معه تعد ما معروف الحاضن تاني منه، المهم قاعد معه تعد بيطلع مويه يبول من جوا، جماعة وهمه ساكت. المهم فمشى خايب وليد المرة الثانية، لأنه النبي قال لي أنت لسه، مع أنه قطع لكن والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد لي شيء معين. فرجع فوجد امرأة عريانة مرة واحدة. عشان كده دائما محل القبب والأضرحة ده فيه فساد شركي وعقدي وجميع أنواع الفساد الممكن تتخيله وممكن ما تتخيله. والشباب يكونوا عارفين الكلام، محل الحوليات والقبب والموالد دي اماكن بتاعت شرك وفجور وفسق وفساد، صحيح ولا ما صحيح؟ معروف. المهم فمشى خالد بن الوليد المره الثانيه لقى مرأة عريانه مره واحده واقفه جنب محل القبه دي، فامسك سيفه فقطعها نصفين، قطع نصين مره واحده، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له تلك العزة الآن قطعتها ولا عزة بعد اليوم، ما بتجي تاني عزة، لكن ممكن تجي أصنام تانية وقبب تانية وأوثان تانية، لكن العزة دي بالذات ما بتجي. لكن ذو الخلصة يقال الخلصة والخلصة والخلصة كله صحيح، ذو الخلصة ده حيجي تاني، ده صنم كانت تعبد قبيلة دوس بتبالة، تبالة دي في اليمن في الوقت ذاك زمان في الجاهلية، كان بيعبد صنم دوس ذا الخلصة ده، حتجي نفس القبيلة النسوان بتاعنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألايات، ده النطق الصحيح، ألايات نساء دوس حول ذي الخلصة، وال
الأليات جمع أليا أو إليا، اللي هي عجز أو مؤخرة المرأة أو الرجل، الإليا، فتجمع على أليات. فبكثرة طوافهم على الصنم ده في آخر الزمان، عشان ما بزول يقول لك ما بشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة كعلامة من علامات الساعة في آخر الزمان، يبقى الشرك ثاني به، ما بزول يقول لك انتهى، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات، أو قال غير ذلك. ده اللي حيحصل تاني تاني من جديد. والقبب دي الأوثان ذات دي الأوثان، الأوثان ما زي ما بيشوف المسلسلات الدينية يقول لك حجر مدردم واقف كده خامون رع نفرتيتي، لا ده ما هو. القبر القبة دي ذاته، قبة الشيخ، قبة أبوك الشيخ، ده ذات الوثن. لا بد تعرف المعلومة دي، وما تأخذ دينك من مسلسل لا ديني ولا لاتيني، كله باطل، وما بمسلسل ديني، مسلسل وديني دي ما في، ولا في حفل خيري، ده كله باطل. حفل خيري مسلسل ديني، حفل غنائي إسلامي، باطل كله، لعب الإسلام ولعب الدين، لعبوا بين ناس نحن بننجمهم بعدين إن شاء الله. طيب، فده كله يا جماعة من أبطل الباطل، هذه المسلسلات اللي بيسموها دينية، صوروا للناس إنه الوثن ده بس حاجة مدردمة، حجر عنده عينين واقف صنم كده، لا، القبر ذات وثن إذا عبد من دون الله. روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني القبر إذا عبد من دون الله، الرسول سمى شنو؟ وثن. دي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما بيزول يقول لك ما في شرك، في شرك، يجي يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري، صح قال هاي في البخاري، لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ده للصحابة، مالك أنت، الصحابة دي ربنا عصمهم من الشرك. طيب يقول لك في الصحابة ارتدوا، الارتد ما اسمه صحابي، الارتد اسمه مرتد، ما اسمه صحابي أصلا، ما اسمه صحابي، لا يمكن يكون اسمه صحابي، لأنه تعريف الصحابي من لقي، التعريف الصحيح المضبوط، وليس من رأى، لأنه في صحابة عميانين، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ده الصحابي. فالذي لا يموت على ذلك يعني على الإيمان ده ما اسمه شنو؟ صحابي. فربنا عصم الصحابة رضي الله عنهم من شنو يا جماعة؟ من الوقوع في الشرك. ده المعنى الأول للحديث. المعنى الثاني ابن حجر قال المعنى الثاني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني الأمة كلها ما حتشرك، لكن ممكن يكون غالبة، ممكن يكون أكثر، ممكن يكون جزء كبير منا مشركين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وصحيح البرقاني والسنن أبي داود من رواية ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. من أمتي قال، وعبادة الأوثان يا عبادة القبب، عبادة القبور والتبرك بالشيوخ. يا أخي ما شفت أنت المقاطع؟ بقى ينزلوا مقاطعهم براهم وفضايحهم وشركهم وبلاويهم، ينزلوها صوروها ينزلوها في اليوتيوب. زمان نجيب الكتب بتاعتهم يقول لك الوهابية الكتب دي طبعتوها انتوا، كويس، أهل يوتيوب ده كيف؟ براهم بيجيبوا كاميرا وصوروها بيرفعوها. ما شفت التمبيلة ده قاعد في الكرسي كيف؟ قاعد بغسل في كرعينه ويتمخت لهم في موية الوضوء، الجماعة مشوا له بيشربوه؟ ما شفتوها يا جماعة؟ وطفل صغير ولا صغير مستغرب بعلم كده، لأنه ده على الفطرة السليمة، وديل ناس أهل شرك وأهل ضلال ودعاة بدع. الشيخ يتمخت لهم في الموية ويغسل، والله كرعين والله يكرمكم، والجماعة يشربوا في الموية. يا أخي عبادة لغير الله واستعباد للبشر. صحابة قالوا دي شنو؟ هو ذاته الشيخ ده بتاع الهلالية، ذاك ده بتاع الهلالية اسمه ود المرين، الجماعة قاعدين ده الجماعة قاعدين، أحسنت، الجماعة قاعدين واحدين يسجدوا له واحدين يبصوا له كراع، ويقلع المركوب الأبيض كده يميت كراع، الجماعة يبصوا له كراع. وبعد ده لما نتكلم فيه يقول لك نبستوا الناس، يا ناس احنا حصل قلنا لزول بوس كراعنا، حصل قلنا لناس بوس يدنا، حصل قلنا لزول دايرين جنيه،
جماعة ده اللي بيعملوا كلمة يقول لك غسل الجنازة ما في أي حاجة كله باطل وبدع. يفرش لك مصلاية مخلاية في النهاية يقول لك طبعا جينا من وين ما بعرفه ولا بد تدو الشيخ قروش أدل فيها النصيب أدو سهلة جماعة يرموا القروش لأنه ده ما دين يا جماعة ده دين باطل ودي دعوة بتاع الدنيا ما دعوة بتاع إسلام. والله ما وقعوا الناس في الشرك إلا ليأكلوا أموال الناس ويستعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى يركع لهم ويسجد لهم وينذر لهم ويتوكلوا عليهم في حياتهم وبعد مماتهم ويتبركوا بقببهم وبقبورهم. فالصحابة قالوا جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نواصل ثاني كله أربعاء.